بين بناضل بتعلم. لو سمحت مكتب نقيب وائل نصر الله فين؟ تاني باب حضرتك على اليمين. شكرا. ادخل. صباح الخير. كلمتك كتير بس ما بتردش عليا. متأسف بس كنت مشغول شوية. هو انت حصل لك كده بسببي؟ ما تديش لنفسك أهمية أكبر من حجمك. أنا الحمد لله ما حصلش حاجة وحشة يعني. ثم أنا كنت كده كده عايز أتنقل. خير؟ أنا أسفة. بجد. أسفة بجد؟ طب أنا بستأذنك بس لأني عندي شغل كتير جدا زي ما أنت شايفة. أرجوك عشان خاطري اقبل اعتذاري. طيب لو ده هيخليك تسيبيني في حالي فانا قابل اعتذارك. كويس كده؟ وإلا مش عايز اخسرك. الدرجه دي مش لاقي مصادر؟ مش لاقي مصادر يا لئيمة. مش مهم ولا تشغلي بالك. انت مزه اموره، اي حركتين ثلاثه اغراء من بتوعك دول هتلاقي هطل كتير جدا غيري. وبعدين احنا هنا عمري ما هقدر افيدك في حاجه. إن أنا محقق في أواضي هايفة وتافهة عمرها ما تكون من مقامك ولا تقدري تحققي فيها ولا تبتدي عنها. أنا غلطانة بس والله العظيم زياد اللي قال لي لو ما كتبتش اسمك على الموضوع هتزعل. أنت عايزة مني إيه؟ مال غلطان؟ مال غلطان فعلا؟ أنا اللي المفروض أحتذر لك مش أنتِ. انت في الاول وفي الاخر صحفيه، لازم تجيب اخبار جديده، فبركات صحفيه، خبطات. حتى لو كان تمن ده انك تيجي على انسان ملوش اي ذنب غير انه كان عقبه في طريق الحقيقه. حلو كده؟ حلو صح. انت ممكن دلوقتي تقومي تروحي بيتكم، تاخدي شاور جميل، تنامي وتستريحي من غير ما تحسي باي تأنيب للضمير. بص انا استعجلت وما فكرتش ونشرت اسمك على الموضوع مع ان انت قايل لي ما نشرش حاجه عن الموضوع اصلا، بس انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اصلح الغلطه دي. انا مقدر مجهودك لحد هنا وتعبك معايا، رغم ان زي ما قلت لك من شويه عمري ما هقدر افيدك من مكاني ده. اي صوله او امين شرطه يجيب لك اخبار اكتر مني 100 مره. انا بقى اذا كنت فعلا جاي هنا عشان تعتذري لي فنفترض جدلا اني قبلت اعتذارك. داي في ايه؟ ها؟ ولا حاجة ولا أي حاجة. عشان كده أنا بترجاكي لو فعلا خايفة عليا ومش عايزة تأذيني أو تضريني تاني ولا عايزة تتصلي بيا ولا تجيلي ولا أقابلك صدفة حتى، لأن مجرد بس ما أفتكرك بتضايق. اتفضلي.